ودلوقتي هنتعرف بقى على اخر اخبار النادي الاهلي ونشاطاته المختلفه وفرقه المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه سالة حامد المتواجده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالة صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير طبعا زميلي كريم، واكيد برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت حاليا يا كريم هكون متواجده معاك طبعا وكل مشاهدي قناه الاهلي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الاخبار والامور طبعا المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. بس خليني طبعا قبل ما اتكلم معاك يا كريم في اي حاجه طبعا اقول لك واقول لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي كل سنه وانتم طيبين، كل سنه ومصر طيبه وبخير. طبعا بعد يعني مرور 48 عام يعني على ذكرى نصر حرب اكتوبر المجيد، فطبعا بقول لك يا كريم كل سنه وانت طيب وكل مشاهدي قناه الاهلي طيبين. خليني بقى طبعا في البدايه ابتدي معاك باخبار جميع الفرق الرياضيه، وهبتدي بالفريق الاول لكره السله رجال طبعا تحت قياده مستر اجاستي بوش المدير الفني الاسباني للنادي الاهلي، وطبعا تواجد يعني الجهاز الفني بالكامل واللاعبين في معسكر مغلق في مدينه الاسكندريه. طبعا حاليا ما زالوا في معسكر مغلق للمشاركه في البطوله العربيه لكره السله. يعني طبعا خليني اقول لك يا كريم انه النادي الاهلي الحمد لله يعني عدى مرحله دور المجموعات يعني بنتيجه ايجابيه، يعني فاز في الثلاث مباريات لي في المجموعه. طبعا النادي الاهلي في المجموعه الثالثه معايا نادي الفتح السعودي ونادي وداد الجزائري وشعب حضرموت اليمني، وفاز في الثلاث مباريات. يمكن طبعا في اول مباراه ليه كانت مع شعب حضرموت اليمني فاز بنتيجه 124-69، وفي ثاني مباراه مع وداد الجزائري فاز بنتيجه 68-49، وفي ختام دور المجموعات في المباراه الثالثه مع شعب او مع فتح السعودي فاز بنتيجه 82-77. يمكن كمان خليني اقول لك يا كريم انه في المباراه ذا مان اوف ذا ماتش او التوب سكور في المباراه كان النجم النادي الاهلي ايهاب امين بعد ما سجل يعني 40 نقطة في المباراة، ويليه سيف سمير واللي سجل طبعا 30 نقطة في المباراة. كده يعني بعد يعني اخر مباراه في دور المجموعات مباراه الفتح السعودي النادي الاهلي تاهل رسميا بشكل يعني خلاص كبير بشكل رسمي للدور الثمانيه من بطوله العربيه، وان شاء الله يعني هيواجه فيها نادي بيروت اللبناني لانه طبعا النادي الاهلي متصدر يعني مجموعته المجموعه الثالثه، فهيواجه يعني الفريق صاحب المركز الثاني في المجموعه الرابعه وهو نادي بيروت اللبناني. فان شاء الله النهارده هيكون عنده مواجهه مهمه مع نادي بيروت اللبناني في تمام الساعه 6 مساء على صالة الشاطبي في مدينة الإسكندرية. كمان خليني اتكلم شويه عن الفريق الاول لكره اليد رجال، وطبعا تحت قياده الكابتن طارق محروس النهارده ان شاء الله يعني رجال اليد هيوصلوا تدريباتهم ايضا بشكل طبيعي في تمام الساعه 4 مساء على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، طبعا عشان يستعدوا بشكل قوي لمباراه غد مباراه نادي الحوار واللي هتكون في تمام الساعه 8 مساء على استاد صاله نادي المنصوره طبعا واللي هتكون موجوده في المنصوره، والمباراه دي هتكون ضمن منافسات بطولة الدوري المحترفين لكرة اليد. استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه، كمان الفريق الاول لكره السله سيدات وطبعا تحت قياده الكابتن علي هاشم النهارده ان شاء الله عندهم مباراه مهمه مع نادي هليوبلس في تمام الساعه 7:30 مساء على صالة نادي الشمس. يمكن خلاص يعني سيدات السلة كريمة بدأوا الموسم بتاعهم بمباريات يعني في البطولة منطقة القاهرة لكرة السلة، فيعني دي كانت تالت مباراة ليهم النهاردة إن شاء الله. يمكن فازوا في أول مباريتين يعني أمام نادي الشمس ونادي الطيران، فالنهاردة إن شاء الله عندهم تالت مواجهة أمام نادي هليوبلس في تمام الساعة 7:30، وإن شاء الله يعني اللي هيفوز في المباراة هيتأهل للمرحلة المقبلة دور الثمانية وللسيمي فاينل والفاينل طبعا في بطولة منطقة القاهرة لكرة السلة سيدات. دي طبعا يا كريم كانت كل أخبارنا النهاردة المتعلقة بجميع الفرق الرياضية داخل النادي الأهلي. طبعا أنا معاك لو في أي سؤال، والآن لعودة مرة أخرى للاستوديو طبعا الكلمة ليك يا كريم، تفضل. شكرا جزيلا ليك زميلتنا العزيزة سارة حامد مراسلة قناة النادي الأهلي.